سوف نتعرف على طريقة وكيفية إلغاء تفعيل تحديث تلقائي على هاتفكم سامسونج. نقوم بالضغط هنا على ضبط الإعدادات، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على الاتصالات، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على شبكة الهواتف المحمولة، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا تحديث تلقائي. وهكذا نكون قد قمنا بإلغاء تفعيل تحديد تلقائي. وهكذا نكون قد قمنا بحل المشكلة. وهكذا نكون قد قمنا بحل المشكلة. ولا تنسوا الضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة، ونراكم في فيديوهات القادمة إن شاء الله.